ندوزو ندوزو الحلوه الثالثه. عندنا دواز اتاي عاوتاني، عندنا 250 غرام ديال الزبده العبار او البواطه، جوج كيسان ديال السنيده، كاس ديال الزيت، جوج معالق كبار عامرين بودره الكاكاو الحلو، صاشيه ديال الخماره، صاشيه ديال الفاني، والفورص على حسب الخليط. هذه كتكون فيها حشوه، من بعد ما غنعجنوا هاد العجينه غندوزو نوجدوا الحشوه. الحشوه فيها 250 غرام ديال الزبيب مطحون مزيان يكون منيل، مخلط مع 250 غرام ديال اللوز محمر او لا كاوكاو اللي ما كتكونش فيه القشره، نقليوه ولا ندوزوه في الفران ونطحنوه، وكنجمعوهم يا اما بالعسل يا اما بحليب مركز يا اما بماء الزهر، المهم كتشكل لينا واحد الكويره. كناخذوا ديك العجينه كنديروا فيها واحد الكويرات من هاد الحشوه هادي، وكندخلوها كطيب. من بعد ما كطيب كنغطسوها في العسل حتى كتشرب مزيان داك العسل، وكنحطوها وكنديروا ليها اللوز مهرمش من الفوق. يعطيك الصحة تبارك الله. ثلاثة ديال دوازاتي ساهلين في متناول جميع السيدات، والمذاقات يعني مختلفين. مرحبا، يعطيك الصحة.